حياكم الله مجددا واهلا وسهلا بكم في مشوار برنامج متداول في الذي يبدا هذه اللحظات في جوله جديده وحصاد اخر لاهم واخر الفيديوهات الرائجه والمتداوله على منصات التواصل. نبدا معكم بعناوينها. فدوى للسيستاني، اب مفجوع بابنته المقتوله برصاص عشوائي. عراقي ينهار ويكتشف انه ابن لثلاثه اباء ويستنجد بالشرطه. أن يعرف راح انقتل، ضابط يناشد السوداني بسبب فضيحة فساد. مواقع التواصل تعج بفيديوهات لمشيعي جنائز أو حفلات مناسبات عامة وهم يطلقون الرصاص الحي بشكل مكثف وعشوائي، وتبدو المراسم وكأنها ساحة حرب أو معركة بين جيشين. هذا ما حصل فعلا مع أب مفجوع منهار يحمل جثة ابنته الصغيرة ذات الستة أعوام بين يديه قبل أن يواري جثتها الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، وهو يقول فدوى للمرجعية وللسيستاني، ويؤكد استمرار إطلاق النار العشوائي في منطقته بالقرب من منزله منذ الصباح وحتى المساء وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة حتى اخترقت رصاصة عشوائية قلب طفلته واستمر في نحيبه، وهو يردد بشكل علني وبعاجز وبحزن كبير يقول شقول للأم هسه راح تموت، وين الدولة وين المسؤولين من اللي دا يصير؟ ما يخافون لا معاني فدوى للسيستان فدوى لعلي بن ابي طالب، بس خلي طبقون دا المرجعية هاي بلاياها ما نسوانا ما ادري شنو. الله يسعد والله. من الوحدة الظهر قال شنو يعني حلفت بل للخمسة العصر بكيسيات انواع الاسلحة عمرها ست سنين، شنو ذنبها؟ طلقة تايه شنو ذنبها واصلة قلبها؟ ليش قل لي ليش؟ ليش صاحت المرجعية صاحت الأمة كلها صاحت؟ ليش؟ وين هالدولة؟ وينها؟ وين المسؤولين؟ وينها؟ هي شكل لمس راح تموت أمها راح تموت. ليش؟ أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يطلقون النار عشوائيا في المناسبات العامة، مؤكدة إخضاعهم للمحاسبة القضائية للحد من هذه الظاهرة. ويعد إطلاق النار العشوائي في العراق من أخطر الظواهر المجتمعية التي نتجت عن انتشار السلاح بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه على الرغم من محاولات القوات الأمنية، في حين أفرزت هذه القصة الحزينة لهذا الأب المفجوع بابنته ظلما بسبب الرصاص العشوائي أفرز الكثير من ردود الأفعال والتعليقات. نبدأ مع التعليق الأول لسندباد الجنابي، يقول في تعليقه لا حول ولا قوة إلا بالله، قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، طفلة بريئة لا ذنب لها، يجب أن يكون هناك رادع لكل إنسان يطلق العيارات النارية بحزن أو فرح. هناك أيضا مداخلة من مناف يقول ذنبها الوحيد أنها ولدت في بلد يحكمه السلاح المنفلت، ذنبها إن ولدت في بلد شيخ فلان وحج فلان وسيد فلان ربي يرحمها ويبدل سكناها بالجنة. تعليق من لؤي عادل يقول الله يرحمها برحمته الواسعة ويصبر قلبك على هذا المصاب وحسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. مداخلة أخرى من حاتم، محمد حاتم عبد السادة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، الله يكون بعونك وصبرك بجاه الحسين. تعليق آخر من مصطفى، يقول مصطفى كاظم عرس يضرب طلقات، فاتحة يضرب طلقات، إيش وقت توعون الخاطر الله، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحمها برحمته الواسعة، بس المشكلة بينه
وحساب ماكو لو كل واحد، المشكلة بينا وحساب ماكو لو كل واحد يرمي يتصور ويتبلغ عنهم حتى لو أقرب الناس، حشاكم كل واحد يعوض النقص اللي جواه بهاي الطرق. قصة أغرب مما نشاهده في الأفلام والمسلسلات، إذ خرج شاب عراقي عن صمته عندما اكتشف أنه ابن لثلاثة آباء بعد أن كبر وأصبح مهندسا. فالأب الذي رباه عندما كان صغيرا لم يكن والده، بل كان زوج والدته، فتفاجأ بالأمر وانذهل لما حصل معه. ولكن لم تنتهي القصة هنا، فدخل حياته رجل آخر قال إنه والده بحسب ما مسجل رسميا في الجنسية العراقية. صدم لكنه تقبل الأمر الواقع، وصدمة جديدة حتى جاء اليوم الذي صدم فيه مجددا بالحقيقة المرة التالية، عندما صرحه ذلك الرجل بأنه ليس الأب الحقيقي له، وواجهه بالأمر الأصعب وقال له إن الأب الحقيقي له هو رجل آخر. هنا وجد الشاب نفسه أمام ثلاثة آباء، فمن هو والده الحقيقي؟ وكيف سيواجه ما حصل معه؟ وللقصة بقية نتركها على لسان المهندس الشاب الذي بدا حزينا مقهورا منهارا مما حدث له. إن شاء الله ما يقصر وياك باللي يقدر عليه. شنو موضوعك؟ أنا يعني وعيت للدنيا أنه أنا عندي أب. لحد مرحلة الصف السادس ابتدائي اكتشفت أنه أبويا اللي رباني هو مو والدي نفسه، اجى علي شخص طلع ذاك أبويا اللي أنا مسجل باسمه بالجنسية. استمريت بعلاقتي ويا أبويا، تقبلت الموضوع أنه ذاك والدي اللي أنا مسجل باسمه بالجنسية. راحت السنين، توفى والدي اللي رباني اللي هو زوج والدتي. بعد فترة من الزمن ظل يلح علي والدي اللي أبو الجنسية، أرد أشوفك، أرد أقابلك، أريد أقابلك. رغم أنه أنا هواية أمور مرت علي، يعني أنه صارت أنه حسيت أنا بالموضوع أنه هو مدى يرغب لي. يعني أنا سنة 2014 انخطفت، طلعت من الخطفة، فتقريبا 2016 يلا قدرت أتواصل وياه، لأن هو انتقل من بيت البيت. يا بني ليش ما تخابروني، ليش ما كذا، بارد من ناحيتي. بعدين سنة 2018 إجا واجهني بالحقيقة، قال يا بني أنه أنت مو ابني، اللي مسجل باسمه أنا. قال أنت أبوك غير إنسان. مين هذا الكلام؟ مين عرفت هذا الكلام؟ قال أنا عرفته عن طريق الطبلة، عن طريق هيك أمور. رجعت واجهت والدتي بالحقيقة، والدتي اعترفت، قالت إيه نعم صحيح الموضوع صار، يعني إنه والدك في وقتها إنه أنا يعني عقد علي شفويا وكذا وهيك امور. زين، من عرف انه انا حامل انهزم الغير، يعني الغير مكان. فالزوجة اللي هو والدي اللي مسجل باسمه بجنسيه، من عرف بموضوعي انه انا مو ابنه انفصل عنها بعد ولادتي انا للدنيا، لان هي زوجته وانا هي حامل. فاندليت والدي الحقيقي، رحت تواصلت وياه. اول يوم شفته احتاليت في الموضوع لحد ما وصلت له. والدك شخص معروف ومتمكن صح؟ معروف ومتمكن ماديا، متمكن عشائريا. توصلت له، قلت له يا ابا أنا ابنك، أنا ابن فلانة كذا. دمعت عينه بكى أنا، والأمور ما يعني أنه والدتك ما والدتك. قلت له أنا ما رايد لا تشرح لي أنه الأمور شلون صارت. أنا بهذا العمر اجيت كبرت وتزوجت، أنا أريد بس ترسوني على بر. بعد أن شرح الشاب ما حصل له في مبنى قيادة شرطة بغداد الكرخ لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عادل الخالدي، وكيل شؤون الشرطة رد عليه سيادة اللواء عادل الخالدي قائلا له نصا: أنت ابننا وسنكون عونا لك حتى إثبات نسبك وأطفالك في مأمن، فلا تقلق. سيد العقيد حتى طلب أنه مريد ورث مريد كل شيء، هذا عهد عليه قطعته أمر الله سبحانه وتعالى. أوصل للمظلوم أينما يحل، والمظلمة أني أعتبر نفسي خادم لأصغر مواطن ولأصغر منتسب،
وهذه المسؤولية أخلاقية وشرعية، وأنا بالنسبة لي أمام الله وأمام المشاهدين هذا الموضوع متابعة، والموضوع هذا موضوعي، وإن شاء الله هذا الحيث الرفع يرجع لك، ترجع إلى الوضعية إلى طبيعتها وترجع حقك، وإن شاء الله نثبت لك نسبك، وهذا من حقك وليس فضل ولا من علينا، ومن واجبها من واجبي هذا يعني كوكيل شرطة وواجبي كمسؤول في الدولة. قدر تعلق الأمر بكل الجوانب القانونية، أنا أتابع لك حتى لو بشكل شخصي، أنا أتابع لك وأحسمك إن شاء الله. القصة الحزينة لهذا الشاب المهندس وما مر به من انكسار منذ طفولته وحيرة في كبره أثار تعاطف العراقيين معه، ووقفوا إلى جانبه لدعمه ومساعدته ومساندته معنويا من أجل استكمال حياته بصورة طبيعية. فكانت التعليقات كثيرة، اخترنا لكم ما سيظهر منها على الشاشة، ونبدأها مع تعليق أبو نور الحسن. يقول: فعلا شيء أغرب من المسلسلات والمدبلجات، ولا كنت متوقع أنه عندنا هيك شيء بالعراق. طلع مجتمعنا همينا مثل ما نشوف بتركيا بالمسلسلات، بس شغلنا دفن إحنا وما ينعرف. والله هاي القصة ترهم مسلسل تلفزيوني مهم، وبارك الله بالشرطة العراقية البطلة. تعليق من سلمان، يقول: سلمان كامل، ألف تحية وشكر لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عادل الخالدي لهذا الموقف الإنساني. نتمنى استكمال الموقف وإنهاء مشكلة هذا الشاب المحترم المنهار لما حصل معه. كان الله في عونه، خطية خانقتها العبرة، وربي يسهل إن شاء الله. عباس الفتلاوي قال: مع الأسف هاي نتيجة التسرع وعدم احترام حقوق المرأة بالقانون، والزواج خارج المحاكم وعقد السيد اللي لا يأكل ولا يشرب. لو كان عند عقد محكمة كان أبوه الحقيقي ما تجرأ ينكرن، بس عيب عليه يترك هالشكل ويعوفه، وهذا إنسان تعبان على نفسه وصار مهندس. تعليق من عادل يقول: الله يحفظ اللواء عادل الخالدي وبارك الله بجهودكم الكبيرة واحتضان هذا الشاب المسكين، بس أحب أقول له ماكو داعي تخفي وجهك، ارفع راسك، انت مو ذنبك باللي صار، انت مجرد ضحية واحنا اخوتك، وانت مبين انسان محترم وتعبان على نفسك. محمد الشمري يقول: قصة كارثية هاي، شلون اكو هيجي بالمجتمع العراقي واحنا مكيفين نشوف مسلسل وعبالنا ماكو عندنا هاي السوالف؟ عمي جيل الطيبين طلعتوا مو طيبين وعدكم بلاوي، وإلا شنو معناها أبوي يتزوج عقد سيد ويعوفه ويتسجل باسم غير واحد، والنوب يطلع واحد ثالث يقول أنا أبوك؟ السالفة غريبة كلش، أتمنى يسووا له إثبات نسب. تتعرض المؤسسة العسكرية في العراق إلى سيل من الانتقادات والاتهامات بسبب الفساد الذي تحاول الحكومة العراقية أن تحتويه وتقضي عليه بشتى الوسائل. أكد ذلك رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، حيث قال إن العراق وضع في أولويات حكومته الحالية مكافحة الفساد، وبناء على ذلك ظهر ضابط عراقي برتبة رائد واسمه علاء حاتم نايف مزعل، ظهر في مقطع فيديو وهو يناشد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، وطالب بلقائه قبل أن يتم قتله ليشرح ما يحصل بداخل المؤسسة العسكرية من فساد، وأكد أن ما يحدث من فساد كبير هو أخطر من الإرهاب على العراق، طالبا منه تدخلا شخصيا ومباشرا لحمايته وبشكل واضح. إذن هذا الضابط الرائد يستنجد برئيس الوزراء: إني الرائد علاء حاتم نايف مزعل علي، أحد ضباط الجيش العراقي، أناشد وأطالب السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، أطالبه بمقابلتي ومواجهتي لطرح وشرح كمية ما يحصل داخل المؤسسة العسكرية من كمية الفساد اللي يشيب منها حتى الرضيع. قسم بالله العظيم وبكتابه الكريم جاي يصير يا سيد رئيس الوزراء، يا سيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، جاي يصير داخل المؤسسة العسكرية كمية فساد أخطر من الإرهاب نفسه على العراق.
وهذا الفساد متمثل ببعض القادة وليس الكل. ما راح أجيب أي اسم إلا قدامك يا رئيس الوزراء. أكو مقولة يقول إذا كنت تعلم أن نهايتك الموت فمن العيب أن تعيش جبان. أعرف من بعد هذا الفيديو يا أول شيء للشعب العراقي، وأنا يا رئيس الوزراء أناجدك باسم العراق وشهداء العراق إنه إن شاء الله هذا الفيديو يوصل لك وإن شاء الله يصير خير. وصل لك ما وصل لك أنا أعرف من بعد هذا الفيديو فترة يوم يومين شهر شهرين أنا راح أستشهد وأقتل. والقتل ما راح يصير عملية إرهابية أو داعش، لا، معروف من هو الفاسد داخل المؤسسة العسكرية هو اللي يستهدفني، ما يستهدفني أنا كشخص، ما عندي علاقة شخصية، لا، يستهدف كل صوت حر يعر الفساد ويعر الظالم ويعر الإرهاب. هذا إرهاب مقنع داخل المؤسسة العسكرية وكل المؤسسات. فإلى كل شباب العراق الأحرار إنه حفظوا هذا الفيديو يومكم، وإذا استشهد وكلنا احنا نموت مو هواية على العراق، يعني قليل الدم لهذا الوطن. يا من شهداء راحت عدان، عمي شهيد وخواننا وعمامنا هواي قدموا، الحمد لله إن شاء الله أنا مو الأول ولا خير ولا الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرائد علاء شدد على أنه لا يكشف تفاصيل أخرى عن الفساد أمام الإعلام والسوشيال ميديا، مؤكدا أنه لا يتحدث إلا أمام رئيس الوزراء بنفسه، وأشار إلى أنه يتوقع مقتله بعد انتشار الفيديو قائلا: لا يقتلني الإرهاب بل الفاسدون داخل المؤسسة العسكرية الذين يستهدفون كل شخص يتحدث عن الفساد وما يحصل في حين. كانت هذه المناشرة هي الأكثر تداولاً على منصات التواصل وأفرزت الكثير من التعليقات وردود الأفعال، منهم من انتقد الضابط وكيف تظاهر بهذا الشكل وتحدث عن الفساد، ومنهم من كان معه. لنتابع تلك التعليقات عن كثب، ونبدأ مع التعليق الأول من حيدر السلطاني. أعتقد أنه مضطر أن يطرح موضوع عبر التواصل الاجتماعي، ولا ننسى الشرطي في حماية النفط من أهل البصرة الذي بلغ على السرقات تم قتله وحرقه من قبل جماعته، هو يستشهد بحادثة مشابهة. تعليق من الباشا سلام: أول شيء أنت ابن هاي المؤسسة اللي تحكي عنها وأحد ضباطها، إذا كان خوفك على هاي المؤسسة اتخذ الإجراءات الصحيحة اللي ما توقعك بقضايا أخرى اللي ما تحتاج الظهور بوسائل التواصل، وانت تعرف كلش زين بأنه ممنوع على الضباط والمنتسبين الظهور بالإعلام إلا بموافقة رسمية. هناك تعليق من سكاي تقول: بالرغم من كلامك إذا كنت على حق أو لا، وهذا يتطلب جرأة وشجاعة، ولكن بنفس الوقت هذا الفيديو يعتبر إخلال بالضبط العسكري، وبالخصوص إذا صدر من ضابط، بالإضافة إلى أنه يعتبر إساءة لسمعة المؤسسة العسكرية. أبو ياسر يقول: والله أنت رجل شجاع وبطل، بارك الله بيك على هذا الكلام الصريح أمام الله وأمام الشعب، والله يحفظك إن شاء الله. ماذا قال محمد السعدي؟ يقول: بارك الله فيك، أنت تستحق أن تكون ضابط في الجيش العراقي الباسل، وأول مرة أشوف هيك ضابط شجاع ويحكي صراحة لا يخفيه على رئيس الوزراء وغيره الفساد الموجود في المؤسسة العسكرية وغيرها من الوزارات. لو ما حاكي أفضل، أنت صادق بكلامك، بس وين اللي يستجيب لك؟ بعد قصة الضابط الرائد الذي استنجد برئيس الوزراء العراقي، نذهب معكم إلى مجموعة من القصص الأخرى المتداولة والرائجة على منصات التواصل، نبدأ بعناوينها. الإعلامي مصطفى الآغا يوجه رسالة مؤثرة لأسود الأطلس. ماكرون في سوق واقف لدعم فرنسا وأعمال شغب بباريس. أردنية تبكي بحرقة وتستنجد بالملك عبد الله لإنقاذ والدها. بمسدسات الماء والألعاب معالج روحاني يطرد الجن من النساء. واجه منتخب أسود جبال الأطلس
واجهوا الديوك الفرنسية في ملحمة كروية تاريخية مهمة شاهدها الملايين من حول العالم. كانت قلوب العرب تخفق حباً وأملاً بفوز المغرب وتأهلها للنهائي، ولكن جرت اللعبة على عكس ما كانت تتمناه الجماهير، إذ خاطف المنتخب الفرنسي هدفين نظيفين من المغرب، ثم احتفل لاعبي منتخب فرنسا بالتأهل لنهائي كأس العالم فور الوصول إلى مقر إقامتهم بالدوحة. وحزن المغاربة كثيراً والعرب أيضاً على النتيجة التي حاولوا بكل إمكاناتهم أن يغيروها. رغم عدم تمكنه من اقتناص بطاقة الترشح للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر عقب الخسارة 2-0 أمام فرنسا في الدور قبل النهائي للمسابقة التي جرت يوم أمس، إلا أن المنتخب المغربي تلقى إشادة جميع وسائل الإعلام العالمية، وأيضا كان للإعلام الرياضي مصطفى الآغا موقف استثنائي في الوقوف إلى جانب المغرب فور الوصول إلى مقر إقامتهم، وبالتالي قدم لهم هذا الدعم المعنوي والكلام الكبير بحق المنتخب المغربي. وكانت هذه الكلمات المعبرة والمؤثرة على لسان مصطفى الآغا، لنتابع عبر مقطع الفيديو ما جاء فيه. رغم الخسارة من فرنسا أبتسم وفخور، نعم المغرب خسر مع بطل العالم مع حامل اللقب، بس قبلها طلع بطل العالم السابق إسبانيا، وطلع ثاني تصنيف العالم بلجيكا، وطلع البرتغال بطل أوروبا، وهزم كندا، ووصل لنص نهائي عليه هدف. الناس بتقلك بالحظ، أي حظ؟ 28 منتخب صيفوا، أوروغواي حاملة بطل العالم مرتين برا، وظل المغرب. هذا ما إجا من فراغ، قبل ما نتأهل لكأس العالم كان بدنا الدور الثاني. مع المغرب صار بدنا كأس العالم. هم اللي خلونا نحلم، فخلينا نوقف معهم فايزين وخسرانين. هم الآن واحد من أربعة بالعالم، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي عم بيشكك يشرب من البحر. أفرزت كلمات مصطفى الآغا الكثير من ردود الأفعال والتعليقات على ما جاء من ملحمة كروية بين المغرب وفرنسا، وأداء مشرف وكبير قدمه أسود جبال الأطلس. سننتقل إلى التعليقات ونقرأها عليكم، ونبدأ مع مسلم عبد الله يقول: فخورون بالأسود، فخورين بالأداء، فخورين بالروح، وفخورين بالوصول. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر، شكرا أسود الأطلس. تعليق آخر من مريم الثاني: أجمل ما في مباراة فرنسا المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله في نصف نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022. هناك تعليق من أمل: لا تحزنوا يا أبطال، ارفعوا رؤوسكم، فعلتم المستحيل، حاربتم مثل الأبطال، كتبتم تاريخا لم يكتب من قبل في العرب وأفريقيا، ودائم المغرب. وشكرا لهم وكل الاحترام لإخوتنا في المغرب، أصبحوا من العمالقة للمنتخبات التي تنافس في كأس العالم. أتوقع كأس العالم القادم سيحسبون ألف حساب لمنتخب المغرب. تعليق آخر من عمران: ألف شكر لمنتخب المغرب الشقيق، شرفتونا وحدتونا وعرفتونا أنه مفيش مستحيل، وغيرت عقلية الكرة العربية والأفريقية. كنت ند لكل الفرق إن شاء الله مركز ثالث، بحبك وبحب شعب المغرب الجميل. ماجد حسن:
شكروا الله بالفوز وحمدوا الله بالخسارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا يهم من يأخذ كأس العالم أو من يأخذ الكأس، فقد أثبت العرب أنهم على قلب رجل واحد. ما شاء الله وتبارك الرحمن. شكرا قطر، شكرا السعودية، شكرا تونس، شكرا المغرب، والله أثلجتم صدورنا وأبدعتم. تعليق من فريد يقول في تعليقه: شكرا لمن شجعنا وساندنا، وشكرا لمنتخبنا العظيم، رفع عالمنا للسماء وأصبح من أبرز المنتخبات يضاهي أبطال العالم. شكرا يا وليد، أدخلت علينا الفرحة التي كنا ننتظرها، فهنيئا لنا بمنتخب شجاع لا يخاف إلا من الله، ومدرب ذكي أدار المقابلات بكل حنكة وذكاء. شكرا لأسود الأطلس المغربي العظيم. حرص الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حرص على التواجد في مباراة المغرب وفرنسا لدعم منتخب بلاده، فتوجه إلى قطر لدعم المنتخب الفرنسي في مباراته التي حصلت يوم أمس، وحقق فيه الفوز على المغرب الذي لم يحالفه الحظ بالوصول إلى المرحلة النهائية في مونديال قطر 2022. وكان وجود ماكرون في سوق واقف حديث السوشيال ميديا، وأظهرت عدة لقطات وجود ماكرون على المدرجات أيضا وهو يصفق لفريقه، واحتفل مع منتخب بلاده من غرفة ملابسهم، وبدت الفرحة كبيرة في المكان، ورقص اللاعبون وعبروا عن سعادتهم بالفوز والوصول إلى النهائي. إذن ماكرون في سوق واقف بين الناس كما تشاهدون، لنتابع مقطع الفيديو. أما في فرنسا حيث أصدى فوز المنتخب الفرنسي كانت بشكل آخر، حيث وقعت أعمال شغب بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر. وتحدثت تقارير عن مقتل صبي في حادثة الدهس في مونبلييه الفرنسية، كما وقعت أعمال شغب في بروكسل أيضا، وألقت الشرطة القبض على نحو 100 شخص شاركوا بهذه الاحتجاجات وأعمال الشغب. أما التعليقات حول زيارة ماكرون واندلاع أعمال الشغب رصدناها لكم وسنقرأها الآن. التعليق الأول سيظهر من حسام، يقول: الشيء الأكيد بأن تجوال الرئيس الفرنسي ماكرون في سوق واقف آمن له من الشانزليزيه والصفعات بشوارع باريس. نرمين تقول: حتى تشوفوا أنه هن بيستغلوا أي مناسبة ليظهروا أهدافنا الدنيئة، ونحن كعرب نستحي نظهر حقنا
وبيجي شخص عربي بيقول لا تخلطوا الرياضة مع السياسة. تعليق من رؤى تقول: رؤى عبد الله، بستغرب في أي عربي بيشجع فرنسا دولة العنصرية والاستعمار والاستعلاء والكره للإسلام والعرب، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من رامز يقول، حامد رامز يقول: غريب الناس، أشرف حكيمي ومبابي قعدة واحد يبوس الثاني وتبادلوا دريسات وهم أصدقاء وما زعلوا، والناس والجماهير قالبين الدنيا ومسويها تشريب وعركات وأعمال عنف وحرق سيارات. عمي هي بالنهاية طوبق، شنو هالتخلف؟ تعليق من مروة عبد الكريم: الازدواجية عند الغرب رهيبة، دول حريات وديمقراطية بس قمع للعرب ولا يطبق علينا منها شيء، وبالأخير بيحكوا لك كرة القدم مجرد لعبة. تعليق آخر من إلياس: أعمال الشغب قام بها المغاربة بعد الخسارة وليس الفرنسيين، ولا تبقوا تخلطوا الأوراق، وهناك قانون يحاسب ويحصل مثل هذه الأمور في أي مكان، فلا داعي للتطبيل والتهويل. ناشدت شابة أردنية العاهل الأردني الملك عبد الله عبر مقطع فيديو نشرته على انستغرام، وأثار تفاعلا واسعا بعد أن رفض مركز الحسين للسرطان الذي قالت إنها كانت تتبرع له باستمرار، رفض استقبال والدها المريض البالغ من العمر 65 عاما، والفتاة اسمها نعيمة سيف. شاركت فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني طالبته فيه بمساعدة والدها الذي شخص بسرطان الدم اللوكيميا وهي في حالة متقدمة. عنده ناس بتخاف عليه زيه زي الطفل. البني آدم بني آدم، إن شاء الله عمره 65 وإن شاء الله عمره سنتين. البني آدم بني آدم، والإنسانية ما بتتجزأ على واحد كبير أو واحد صغير، بل هذا بني آدم. أنا أبوي أكثر بني آدم في الدنيا كلها تعب في حياته، تعب عشاننا، أكثر بني آدم في الدنيا. وبشارة إنه في إنسان اجتهد في حياته عشان أولاده زي أبوي ما اجتهد في حياته عشان أولاده. وبالآخر هيو قاعد بالآي سي يو في الإسلامي، مش قادرين نوديه على الحسين للسرطان. ليش؟ مش فاهمة. أول إشي بتمنى من جلالة الملك عبد الله إنه عن جد يشوف الموضوع، يعني أنا مش قادرة أتحمل الموضوع. خرج عن قدرتي، خرج عن قدرة إخواني، خرج عن قدرتنا كلنا، خرج عن قدرة كل عائلتنا. إحنا إنا عم نحاول محادثات ومراسلات على الفاضي، ولا مستشفى قابل يقبله، حتى المستشفى الجامعة نفس الإشي مش عم بيقبلوه، علشان هو طالع من آي سي يو مش عم بيقبلوا بحالته، عشان إنه هي مرحلة متقدمة من المرض. كيف ما تقبلوا بحالته؟ كيف هاي المماطلات اللي قاعدة بتصير؟ كيف هاي المماطلات اللي قاعدة بتصير على حساب صحة بني آدم؟ أنا إنكم تساعدوني يا جلالة سيدنا، إنك تساعدني في الموضوع. أنا عم بموت وأنا عم بشوف أبوي هيك بموت، والموضوع خرج عن قدرتنا كلياتنا، خرج عن قدرتنا. إحنا من الصبح من طارت من مستشفى لمستشفى، من مكان لمكان، انجلطت أنا متت. وكمان لو سمحتوا إنكم تنشروا الفيديو وين مكان، تنشروا وين مكان، انشروا وين مكان، وين مكان في الدنيا انشروا. لو سمحتوا أي مكان إخباري انشروا إنه أنا بطالب مؤسسة الحسين للسرطان إنهم يستقبلوا حالة أبوي. وإحنا ما عندنا مشكلة بالدفع، لأنه أصلاً حالة أبوي هي ما حدا بيعالجها في الأردن كلها غير مستشفى الحسين للسرطان. هي حالة خاصة ما بيعالجها، يعني مثلاً رحنا على الجامعة قالوا لنا إحنا في طريقة ملتوية لعلاج هذا المرض بس مش الطريقة الرئيسية. دموع مؤثرة لهذه الفتاة الأردنية، وبعد انتشار الفيديو استجاب الملك الأردني للتدخل، وأثارت حالة نعيمة سيف تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبر رواده عن دعمهم لهذه الشابة الأردنية ووالدها، فيما استنكر البعض تجاهل المستشفى لحالة والد هذه الفتاة والتي تتطلب تدخلا عاجلا. أما تعليقات سنقرأها. التعليق الأول مع هديل تقول: أصعب شيء لما تكون مش قادر تساعد حد تحبه، وبالأخص لو كان أب أو أم، لكن الله أكبر وأقدر من كل وأي ظرف حاسة بوجعها يا روحي، والله يجبر خاطرها هي وأبوها ويرزق الفرج والشفاء العاجل يا رب يا قادر يا مقتدر.
تعليق من لو جين تقول: ما حدا بحسب الوجع إلا اللي جربه، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكون مع كل مريض ويخفف عنه. تعليق من كانسو تقول أو كنزة تقول في تعليقها: حسبي الله ونعم الوكيل، فيهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أرواح الناس لعبة بين يديهم. تعليق من زهرة الياسمين: الإنسانية لا تتجزأ، شكرا أيها الملك الإنسان، فأنت تشبهنا ومشاعرك النبيلة تظهر في المحن. جلالة الملك يأمر بعلاج المريض بالسرطان سيف عوض على نفقته بعد مناشدة ابنته، أي قلوب تملكون. تعليق من ديد ديدي يقول في تعليقه: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حتى صحتنا صارت عبارة عن مناشدة وترجي. يا رب لطفك في عبادك، الله يخلي لك إياه ويعطيه الصحة والعافية يا رب، ويشفيه كل مريض يتألم يا رب يا كريم. في زحمة الادعاء بالروحانية والتدين في عالمنا، يظهر بين الحين والآخر أشخاص يدعون إنهم رجال دين ولديهم البركة والقدرة الخارقة والخاصة على الشفاء والعلاج الروحاني وطرد الأرواح الشريرة من أجساد الضحايا الذين يدفعون أموالا كبيرة لهم مقابل علاجهم. ومعظم هؤلاء المدعين أصبحوا من الأثرياء بسبب عملهم هذا واستغلالهم للبسطاء من المواطنين الذين يأسوا من مراجعة المستشفيات، أو ربما بسبب غلاء ثمن الأدوية. مؤخرا تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو، هذا هو لرجل قيل إنه ماليزي يدعي الروحانية وطرده للجن والأرواح الشريرة، ولكن كيف؟ بطريقة مختلفة تماما وجديدة لم نشاهدها من قبل. الغريب أن النساء يستجبن للعلاج ويتأثرن به وكأنه حقيقي، على الرغم من أنه يستخدم مسدسات بلاستيك أطفال تعمل بالبطارية. الله الله أكبر. الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقطع الفيديو المتداول انتشر قبل شهر من الآن وما زال متصدرا محركات البحث لغرابة ما جاء فيه، حيث ظهر كما شاهدنا وهو يمسك بمسدسين غير حقيقيين بيديه ويوجههما إلى السيدة التي تجلس أمامه، ثم يفتح النار عليها تماما وكأنه يقتل الأرواح، وهذا ما لم نشاهده إلا في الأفلام، أفلام الرعب وصائد الأرواح. وأيضا هناك تعليقات كثيرة بالتأكيد جاءت على مقطع الفيديو المتداول، وسنبدأ مع حسنين علي. ماذا يقول حسنين في تعليقه؟ مو الجني هذا طفل يمكن يكيف على الألعاب ويطلع بسرعة، النوب جايب مسدس أبو المي وهي مصدقة، ثم يضحك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على هاي العقول هو هذا هم علاج روحاني؟ وين الدولة والقانون من كلاواته؟ تعليق من كريم الزاملي يقول: نفس الخرافات الموجودة عندنا للأسف، واحد يدفل بوجه المريض وواحد يقول بيجني بزونة لازم نطلع بالصوندة، النوب تكلفة العلاج أغلى من المستشفى، والضحايا أغلبهم ناس فقراء للأسف يستغلوهم. تعليق آخر من رولا تقول: أعتقد الجني ميت من الضحك حاليا وعاجب الوضع وما يقبل يطلع. خويا استهدي بالرحمن، اقرأ على راسه قرآن فيه شفاء للناس، مو جايب مسدس أبو المي وقاعد تخرطهن براس المسكينة، شنو هالاحتيال هذا؟ تعليق من علا تقول: علا الكاذي، طيب وإذا خلصت البطارية مات المسدس شنو يرجع الجني مثلا؟ شنو هذا الشيء؟ مو مال واحد يصدق بيكم، هذا تلقى عنده عقدة من شان صغير، ما عنده مسدس وألعاب فحب يطبقها براس الناس. أوه. ثم تكمل التعليق: ومن كبر والله أعلم. تعليق آخر أيضا، هذا التعليق من أبو جعفر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، العتب مو عليه، العتب على اللي يروح له ويصدق، والعتب على السلطات والشرطة اللي عايفينه يسوي هالشكل. هاي عود ماليزيا دولة متطورة ومنفتحة وبها قانون، دولك الكاوتشية طلعوا موجودين بكل زمن وبكل وقت وبكل مكان. من قصة هذا الروحاني الذي يطرد الأرواح بمسدسات الأطفال وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم، سنلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.